بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سلام أحبابي في الله، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله البنات راح أشارك معكم واحد البريوش اللي ساهل ماهل، ويعني ويتحضر في وقت قياسي ويعجبكم إن شاء الله. نمشوا البنات المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير البنات، عندي هنايا كاس ماشي مأمر تاع زيت، وعندي هنايا كاس حليب سخون، وعندي هنايا نصف كاس نتاع سكر يعني كاس ماشي معمر، عندي هنايا حبة تاع بيض، عندي هنايا مغرف كبير، عفوا مغرف كبيرة تاع خميرة، عندي هنا الفارينة، وعندي هنايا سكر كلاصي مخلطاته مع القرفة. نبداو البنات. بسم الله البنات، أول حاجة البنات نحطوها هي نحطو المواد السائلة كلها مع بعضها. عندي هنايا حبة تاع بيض، عندي هنايا الزيت، عندي هنايا الحليب، عندي هنايا السكر، عندي مغرف تاع الخميرة. هذا الشيء كامل يا البنات نخلطوه مع بعضه. نبداو نحطو في الفارينة بالتدريج. الفارينة ما كاش مقدار معين، عينك ميزانك، يعني ما العجينة ما تخليهاش قاسحة بزاف وما تخليهاش طرية بزاف. بهذه الطريقة البنات نضيف الفرينة، وإلا خاصك الزيت، المهم العجينة ما تكونش يابسة. انا راه خاصني الفرينة البنات، نزيد الفرينة ونرجع لكم ان شاء الله. نزيد الفرينة البنات، نبدا نخلطو باليد احسن باش هكاك نعرفو العجينة تاعتنا برها واصلة. هاي البنات بريوش سهل مهل، يعني ان شاء الله القناة دائما تلقاو فيها غير الحاجة السهلة، وكنت يعني تجربوها تلقاوها لذيذة. العجينة تاع البنات وندلكوها قليلا، نضيف ليها شوية تاع فرينة. المهم يا البنات متكونش هاد العجينة تلصق. نأجن العجينة تاع البنات قليلا ونرجع لكم ان شاء الله. البنات بعد ما زدتو الفرينة ودلكتو قليلا، عندي هنايا مغرف تاع زبدة البنات أو ماكارين، نضيفوه للبنات باش يجينا تاع البرش تاعنا يعني هشيش جدا وخفيف. نضيفولو ديك نعاودو ندلكوه قليلا البنات، ندخل فيه ديك الزبدة مليح.
هذه الطريقه البنات، من بعد كنخلوه يخمر يا البنات، ما نديروه في يعني نغطوه بكيس بلاستيكي ونخلوه يخمر. بعد ما يخمر البنات نرجع لكم ان شاء الله. البنات بعد ما خمرت العجينه تاعتنا كما راكم تشوفوا البنات، فشوا العجينه تاعنا البنات بهذه الطريقه. نستعينوا بالفرن البنات، نفتحوا العجينه تاعنا عجينه البريوش، نفتحوا العجينه تاعنا البنات، افتحها بالطريقه اللي تناسبك شي. نضيفوا الفرن البنات، نفتح العجينه البنات ونرجع لكم ان شاء الله. بعد ما فتحت العجينه تاعي البنات كما راكم تشوفوا، نجيب السكر والقرفه اللي كنت ذكرتهم لكم في المقادير. عندي هنايا السكر والقرفه. بالنسبه للسكر البنات انا استعملت السكر كلاصي، كما تقدروا تستعملوا السكر حبيبات. نفرشوا كاع داك السكر كلاصي والقرفه كامل على العجينه تاعنا، فرشهم كامل العجينة البنات. بهذه الطريقة هاي البنات، نغطو كامل العجينة تاعنا بداك السكر والقرفة. بهذه الطريقة البنات نغربل كاع داك السكر للعجينة. من بعد البنات نرولو العجينة تاعنا بهذه الطريقة البنات، يعني نرولي الكامل العجينة تاعي. طريقة سهلة ومبسطة بالنسبة للمبتدئين. نرولي العجينة تاعي البنات بهذه الطريقة، نسوي يعني البريوش نتاعي مليح. نجيب موس البنات ونقطعو على هذا الشكل البنات كما راكم تشوفوا. نقسمو الحربوش نتاعنا على اثنين، صراحة البنات بريوش يجينا رائع. أنا جربت هذه الوصفة وأجبتني، لهذا عملتها لكم فيديو باش هكا كامل نستفادوا. البنات بعد ما قطعت يعني العجينة تاعي أو الحربوش تاعي البنات، نظفروه بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. نظفروه يعني بالبريوش تاعنا، نظفروه بهذه الطريقة.
من بعد نجيبو ديك الجهة اللي منا ونقطعو هذا المرسول اللي كنا خليناه قبل ما قطعناهش، الآن نقطعوه البنات نقسموه بهذه الطريقة، نجمعوه مع النصف الآخر. من بعد البنات ندهنوا البريش نتاعنا بحبة بيض، تخلطي حبة بيض مع الحليب، يعني تدهني بها كامل البريوش، أو تقدري كما تقدري يعني تغبريها بالسكر كلاصي والقرفة كما أنا راني راح ندير، يعني بزاف طرق اللي تقدري. البنات بعد ما حطيت البريوش نتاعي هنا يا البنات، أنا يا غبرت عليه سكر كلاصي والقرفة، كما تقدروا كما قلت لكم تقدروا تدهنوه بالبيض أو الحليب. المهم البنات يعني أنا راني نسيت يا البنات، بعد ما تحطوه هنايا ما تحطوش مباشرة في الفرن، لازم يعاود يخمر مرة ثانية، لازم يعاود يخمر مرة ثانية، من بعد البنات نحطوه في الفرن اللي يكون سخون، من المهم يكون هافت ويكون سخون. إن شاء الله بعد ما يطيب البنات تشوفوه البريوش نتاعنا على طاولة التقديم بإذن الله. ها هو البريوش نتاعنا البنات حاضر معنا، شوفوا البنات بعد ما طاب شوفوا كيفاش هنا، شوفوا البنات هش، شوفوا البنات نقسم لكم تشوفوا، شوفوا كيفاش جينا هنايا، شوفوا البنات شوفوا طيب، شوفوا البنات جانا من أروع ما يكون، شوفوا البنات كيفاش جانا، إن شاء الله تجربوه البنات وتفرحوا به وليداتكم، يعني ذكراها القراية، ونفرحوا وليداتنا الصباح بحاجة حلوة كما هذه ولا كيجوا في المساء، إن شاء الله تجربوه البنات وينال رضاكم وتفرحوا به العائلة تاعكم. ولا عجبكم الفيديو البنات ما تنسونيش بالاشتراك والجيم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.